السلام عليكم ورحمة الله. في شخص معين النهاردة كان المفروض يكون موجود معانا، بس هو للأسف الشديد في مكان أفضل من كده. والشخص ده مهم جدا بالنسبة لي، وهو اللي أنا بديله الأغنية دي. لو تسمحي لأعتذر لك يا حبيبتي على لحظة مرت من غير ما أكون فيها جنبي، من غير ما أقولك بحبك. كم فرصة ضاعت عليا، دلوقتي بتمنى قربك. لو تسمحي لأعتذر لك يا حبيبتي على لحظة مرت من غير ما أكون فيها جنبك، من غير ما أقولك بحبك. كم فرصة ضاعت عليا، دلوقتي بتمنى قربك. وانا ماشي بدعوتك ليا، ومحتاج وجودك اكتر ما انتي محتاجاني يا حبيبة وغالية وقريبة. غبتي عني يا امي والله وحشاني، وانتي اكتر واحدة حبتني طول حياتي عايش علشاني. كانت دايما تقول لي ربنا يحميك ويحبب خلقه فيك ويوقف لك دايما ولاد الحلال. وحشتيني يا أمي، ومهما بغيب ولا الدنيا بتاخدني، دايما ريحتك في حضني مهما البعد طال. وانا ماشي بدعوتك ليا، ومحتاج وجودك اكتر ما انتي محتاجاني يا حبيبة وغالية وقريبة. غبت عني يا امي والله وحشاني، وانتي اكتر واحدة حبتني طول حياتي عايشة عشاني. ما تجيش بقى في ملعبي تعمل لي فيها حريف، لو جبنا سيرة الحرف